ليس صدفة أن ينتشر خبر انتحار مسؤولين في فرنسا وتركيا في غضون 24 ساعة، والسبب الضغط السياسي. جلال أرانجا مرشح حزب العدالة والتنمية عن مدينة بنغول جنوب شرق تركيا انتحر في أنقرة بإطلاق رصاصة من مسدسه على رأسه بعد عدم إدراج اسمه على قائمة مرشحي الحزب الحاكم. حالة أخرى ولكن في فرنسا، حيث أقدم النائب في مجلس الشيوخ جان جيرمان على الانتحار قبل ساعة واحدة من مثوله أمام المحكمة في قضية بتهمة أعمال فساد. جيرمان ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، مقرب من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ترك رسالة وداع كتب عليها أنه تعرض للاضطهاد لأسباب سياسية.